يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا بالامم المتحده، دي الدنيا كلها نورت. يا اهلا وسهلا، اتفضلوا يا فندم، اتفضلوا. يا مرحب يا مرحب. اهلا 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 بحضراتكم افنزيم. انتوا بتتكلموا عربي؟ حضرتك ده الصحفي التركي المعروف مستر شيش كباب، هو الوحيد اللي بيتكلم عربي. انا اهب مصر كتير، انا عشت مع انا في اسكندريه، كانت تبيع بقلافه على الامه، وكانت عايشه مع جده الخواجه كرياكوس. انت اسكندراني ولا تركي ولا يوناني ولا ايه حكايتك؟ انا ما حدش يتوقعني. دي بقى انسة بيف ستراجانوف من روسيا وبتتكلم روسي بس. بريفيت. اهلا اهلا. ده بقى مسيو اليخاندرو كوليسلو المصور الاسباني وبيتكلم اسباني مكسر. فيفا اسبانيا alzad los brazos hijos del pueblo español que vuelve a resurgir gloria a la patria que supo surgir sobre el azul del mar el caminar del sol وجيتك من اخر لبنان مسلوب الفكر وتمع. انا ما حدش يتوقعني. هو حضرتك مين بقى يا فندم؟ حضرتك انا المترجمه. يا اهلا وسهلا اهلا وسهلا، نورت والله. بس انا واخد على خاطر من حضراتكم شويه يعني. كنت اقول ان انتوا جايين ولا حاجه، كنا دبحنا، كنا صحينا المساجين يستقبلوكوا يقعدوا معاكوا كده يعني. ايش تعجز بوس باري يا بودوكا فارتينا رابوتي زي خاف فاكيشن. بتقول لحضرتك ان احنا بلغنا الامم المتحده لكن هم ما بلغوكوش عشان هم تقريبا عندهم اجازه بمناسبه عيد القمح. طب يا ست كل سنه وانتم طيبين والامم المتحده كلها طيبه. هو مين بقى اللي ماسك مأمور الامم المتحده دلوقتي؟ معلش ممكن استاذنك بس الاخ اللي بيصور بس خليه بعيد عن الكرش شويه. شكاس كسبوري كرشه نيامانتي نويبو. تحبوا تشربوا ايه بقى؟ شكاس كسبوري يا خاتشو بس ما تريت ميستا. We go first check the place. After you prepare food, maybe after we can drink vodka, whiskey. بتقول لحضرتك ان احنا عايزين ناخد جوله في القسم على ما تحضروا لنا الغدا والفودكا ويسكي. عينيا حاضر فندم عينيا. يا خاتشو دفاي كيلوغرام ياسا. بتقول لحضرتك يا ريت لو الغدا يكون 2 كيلو لحمه واربعه حواوشي من عند شعراوي. عينيا عينيا. اجورتسيه بامدوري. وزود الطحينه والبتنجان. ممكن كمان نجيب لكم ميه سلطه معاها. يا ريت لو امكن يا عسل. تحبوا تبتدوا الجوله بايه؟ ايه رايكم في السجل المدني؟ هناك الفيو تحفه. مأمور انت تقول ايه؟ احنا حقوقيين حقوقيات، صحفيين صحفيات، احنا عايزين نخش زنزانات نشوف مسجونات وهم يقعدوا على قرافيسات. قرافيسات؟ عيب، هو انا تلميذات. عينيا عينيا حاضر عينيا حاضر. يا مغربي. ايوه يا فندم. جاهزين يا ابني؟ جاهزين يا فندم. اتفضل يا فندم اتفضل اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل. ايه اوكي. اتفضل يا اساتذه. خليك مامور انت مامور. اتفضل اتفضل يا فندم اتفضل. اتفضل كده اهو كده اهو. يا اهلا وسهلا بالامم المتحده، اتفضل يا فندم اتفضل. دي الدنيا كلها نورت يا فندم. اهلا وسهلا اهلا، اتفضل يا فندم اتفضل. دول يا فندم الاوضتين، اوضه لحجز الرجال واوضه لحجز السيدات. بس احنا المعلومات اللي عندنا انها اوضه واحده بس في القسم تحت السلم. لا يا فندم طول عمرهم اوضتين تحت السلم يا فندم. اوضتين. طب ثانيه بس عندنا اجتماع. شكوزي شوزي بس فوز كيرز بيروز لا بوليسيه هنا امورس بيروز. هنعمل ايه في المصيبة دي؟ بيقول لك اوضتين، فين الأوضة اللي فيها الفلوس فيهم؟ ده كله سبب الزفت يا عم بندق، ما بيقولش الحاجة على طول على بعض. ما هو ما يبقاش عم بندق لو ريحنا، لازم يحط لنا العقدة في المزمار. منشار. حلو المزمار مش مشكلة. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ المأمور قدامنا والأوضتين أهم، هنخش ازاي؟ مش عارف. هو في حاجة يا فندم؟ لا لا هم بس مستغربين يعني أنتوا فاصلين الرجالة عن الستات ليه؟ لا يا فندم ما تستغربوش ولا حاجة، أصل إحنا محافظين جدا. مفهوم مفهوم. تحبوا حضراتكم بقى نتغدى الأول ولا نخش الحجز ولا تحت أمركم عايزين تعملوا إيه بالظبط؟ شكاز كاز بيز كورس فاري. We go finish mission first. هنخش الميشن فيرست، يعني نخش الحجز يا فندم. الحجز من تحت أمرك يا فندم. يا عمران. يا فندم. افتح حجز الرجالة يا ابني. تحت أمرك يا فندم. اتفضلوا يا فندم اتفضلوا. اتفضلوا يا فندم.
اتفضل يا فندم. ايه ده؟ احنا في الزنزانة ولا في العيد؟ ايه رأي حضراتكم يا فندم؟ شفت المساجين عندنا عايشين ازاي؟ عشان تبلغوا الأمم المتحدة إن المساجين بتوعنا عايشين عيشة زي الفل. مأمورات دي اشتغالات، فين المسجونات اللي في السجونات يقعدوا على قرافيسات؟ شهادة لله يا فندم الكذب خيبة. اللي أنت شايفه ده يا فندم ده موجود على طول. اللي زاد بس يا فندم النهاردة هم شوية البالونات عشان عيد ميلاد عم حسين. كل سنة وأنت طيب يا عم حسين. شفت يا فندم؟ كأنه منتجع بالظبط. احنا يا فندم مسمين الحجز بتاعنا حاسيين ده يا فندم، وكل حجز يا فندم ملحق معاه جنينه. ان شاء الله في التطورات والتوسعات اللي جايه هنبني 3 حجوزات وكل حجز قدامه جنينه عشان اللي يحب يشوي وكده يعني. فوتين قلتن باخسن بس ما تريتس كتريت. بتقول لحضرتك يا ريت لو نفضي الزنزانه خالص من كل المساجين عشان نرفع المقاسات ونتاكد ان العدد مناسب للزنزانه. تحت امرك تحت امرك يا فندم. في ميزه بقى كمان في السجن عندنا يا فندم، احنا بندي كورسات انجليزي للمساجين. Listen to me. Listen to me. Stand up. بعد اذنكم يا رجاله هنطلع بره شويه عشان المقاسات بس. استنى استنى استنى، يطلع بره ايه؟ دول مجرمين وهربانين من العداله. دحو احنا لازم نمشي من هنا حالا فعلا. We have to leave. يا سعاده البيت، دول عصابه النجوم. عصابه نجوم ايه يا مجنون يا اهبل انت؟ دي الامم المتحده. خرب بيت البرشام اللي بتاخده. انا اللي باخده برضه؟ امم متحده ايه ونيلي ايه يا سعاده البيه؟ دول عصابه نجوم وانا حاسبه اسعافك اهو. اتفضل يا سعاده البيه واهو. بتعمل ايه متخلف دي؟ دقني بجد. الواد ده اسمه هاني يا سعاده البيه. احنا عملنا مقلب في حضرتك ودي كانت الكاميرا الخفيه، وده فعلا اسمه هاني، حتى ده برنامج هاني في الزنزانه. هاني في الزنزانه، هاني في الزنزانه، ده في ايده جراب جواه بقاب جواه. اوعى تزعل مننا واحد ابوك. سقفه بقى لحظه المأمور يا جماعه. بس يلا بس يلا، نقول باي باي للكاميرا اللي فوق. يلا بينا يلا. امم متحده، حد قال لحضراتكم ان انا خديك شرطه تعليم مفتوح ولا مأمور الملاهي؟ ها؟ جيتك من اخر لبنان ها؟ عشان ليك نصيب تتنفخ في مصر. وده اللي بيتكلم اسباني مكسر؟ هلحمهولك. تصور فوق وتحت ها؟ فوق وتحت. انا هعمل معاك واجب بقى. هصورك وش وجنب. ملك وكتابه. ايوه لطيف، ملك وكتابه. قول لزمايلك اصابت النجوم ان شاء الله يتحكم عليهم ب 100 سنه سينما. ايوه احزاي يا اختي. امان اي فندم العيال دي. حاضر يا فندم. فندم ده مالك اهو يا اخويا. اتفضلوا. خش يا حبيبي. اتفضل. رايح فين؟ ليه يا عمران؟ ارجع انت يا عمران. ليه؟ ادخل انت يا عمران. خد جوه. قال لك هاتهم كلهم. عمران ليه؟ ليه يا عمران؟ هاتولي المعمور. ليه والنبي؟ ليه؟ الله يخرب بيتك يا ابو الدهبي. يا فجركم يا جبروتكم يا قدرتكم، خلاص خلصتوا الفنانين وهتلفوا على ضباط الشرطة؟ كنتوا فاكرين ان انتوا هتعرفوا تهربوا مني؟ بعينكم يا باشا، ده احنا قعدنا نص يوم في القسم لمؤاخذة محدش حس بينا. اخرسي اخرسي حضرة الضابط حضرتك انت تخرس خالص خالص. انتوا عارفين متقدم فيكم كام بلاغ؟ عليكم كام قضية؟ اولا شروع في قتل الفنانة هند صبري، ثانيا شروع في قتل الخليل كوميدي، هو يستاهل بس في الاخر ده بني ادم، ثالثا سرقه الفنان احمد فهمي، رابعا بيومي فؤاد مقدم فيكم 30 بلاغ منهم بلاغ انه ما خدش اخر دفعه، وفي الاخر عاملين لي فيها بتوع حقوق انسان. حقوق انسان يا باشا؟ والله ده احنا بنهزر. والله بص انا لابس بتاع شاورما. شاورما؟ ده انا هحطك على السيخ. وانا كل ما حد يشوفني يحطني على السيخ. ايوه انتوا عارفين مجموع الاحكام عليكم كام سنه؟ 120 سنه سجن. هتتسجنوا سنه سنه وتتنفخوا سنه سنه. يا فندم هو في حد بيعيش 120 سنه؟ ما تقطعش، قول ان شاء الله. يا حضره الضابط انا عايزه اعترف على نفسي، انا السبب في كل ده، انا اللي رجرجتهم ورايا. رجرجتهم وات ايفر، ودبستهم في كل الجرايم والمشاكل دي. مين اللي انت بتقولي ايه؟ انت كده هتودي نفسك في داهيه.
بس يا سيف انا المسؤوله حضرتك عن كل الحاجات دي، هم مالهمش ذنب ما تسمع لهمش. ايوه يا حضره الضابط، هي المسؤوله عن كل حاجه، هي دي العقل المدبر، هي دي ونوس يا فندم اللي قاعد يغوينا واحنا فقراء وغلابه واستغلت جهلنا. سوري يا ضابط، هاني واتشي. المفروض بقى اصدق انا المسلسل التركي الاوفر ده واسيبكم تمشوا. يا فندم مش تركي، سوري. سوري او وات ايفر، هتتنفخوا يعني هتتنفخوا، وهتتحبسوا يعني هتتحبسوا 120 سنه. يا مين مغربي، تعال خده. استنى استنى، طلب بسيط. ممكن ناخد مع بعض سيلفي برياكشن الجريمه لا تفيد؟ ممكن. يلا يلا، بس هتعمل لنا تاج بقى كلنا، تاج وكل اللي انت عايزه. يعني يلا خش خش. حلو قوي، الولاد هيفرحوا بيكوا جدا، انا مبسوط والله العظيم. خدهم يا امين على الحجز. طب ما نصور شويه صور كمان كده، يعني اوضاع مختلفه. امشي امشي. جميلة جميلة، حلوة، الولاد يفرحوا بيها جدا. ادخل قدام مني يا مسجون، انت اهو ادخل. ايه ده؟ امال احنا وشو اللي بيسموني كان هنا؟ انا كنت هموت واستحمى. اكيد البلديه هي اللي شالته يا سيف، هو ممنوع برضه بسين جوه الزنزانه. تخيل بقى لو كنا نزلنا فيه دلوقتي بعد التعب اللي احنا فيه دوت، كنا ايه؟ الحمد لله. تعالى انت اهو اتقع هنا. حلو اللي انت عملته ده. عملت ما عملتش حاجه، انت سمعت؟ ايوه انت لسه عم يلا. حلو ده عشان الناس تخاف منك يعني؟ لا انا ما عملتش كده يا ابني، انا سامعك بودني اهو. بس 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 مش بقول لك تعالى اطلع احيانا انت اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مين ده هاني؟ ده تقريبا الرجل الاخضر بتاع ماونتن فيو، بس تلاقي جيرانه عملوا له ازعاج او ما لقاش ركنه يعني، لعلمك ده اصلا طالب في ثانيه هندسه. يلا يا خفيف انت اهو، كل واحد يقلد نفسه. يلا يقلد نفسه ازاي يعني؟ كل واحد يجيب معلقه ويعمل كده لنفسه؟ ظريف ظريف وخفيف. يا تستدى انت كبرت في نظري قوي. خلص نفسك، طلع اللي في جيبك. يلا امني، طلع اللي في جيبك. حاضر من عينيا. اتفضل، محفظتي ايه؟ انا معيش حاجه. لا يعني ايه معيش حاجه؟ اديله اي حاجه. معيش حاجه. اديله مراتك، اديله كليتك. طب استنى بص بقى، شفت معايا ده؟ يا اختي جميله، عسل. اهو كده بقيت معلم بصحيح. ماشي مع المعلمه؟ لا ماشي مع الجربيه البستاج. طب يلا انت اهو اتخلع هنا. شوف بقيت معلم. السند ده هيخلي الناس تخاف منك قوي على فكره. خلص. طيب ماشي. بص يا معلم واحنا بنعدي ما تزعقش لحسن تطير راسنا ولا حاجه. يلا يا مسهوكه يا اختي، يلا يلا. انت مسهوكه؟ قال لك انت مسهوكه. يا اهلا يا الف اهلا وسهلا، شرفتوا. يلا يا خاين. وايه الجديد؟ بتبلغ عننا يا ضاحي؟ يا حبيبي ابلغ عنكم. خش السجن لوحدي؟ تونسوني. ماشي. مسيرة ترو وتحلى. لا. وسايبينك هنا بشعرك ده كده؟ لا يا حبيبي. لا تقول كلام في محله، يا تقول حله يا حله. سيبك من ضاحي اللي كان بيهرج معاكوا بره. أنا هنا تقيل، وتقيل قوي. أنا ضاحي. ايوه يا معلم. حس ايه؟ ونفس الجزمة عاد. والله ما لحقت يا معلم، الفردة الواحدة قد كده وبتاخد يوم تلميع وعلبتين ورنيش. اديني بس حضرتك يوم تاني ألمع لك الفردة التانية. خلص نفسك عاد. حاضر يا معلم. حس ايه؟ أنا أسمع عن جزمة 40، جزمة 45، لكن 145 والله ما شفت. وأجي أمسك الفردة الأولانية ألاقي فيها واحدة ست وعيالها ومش لاقيين ياكلوا، والتانية مأجرها للطلبة المغتربين. انت طلعت مسخه بقى وبتمسح الجزم. اخرس انت والطاري اللي معاك. طاري؟ انا ما بقتش طاري. لعلمك انا دخلت اسام اكتر منك. سيف الطيب مات وانتوا اللي قتلتوه. من النهارده انا ما اسميش سيف. امال اسمك ايه؟ ناصر الدسوقي. بس يا بابا، بس يا بابا حبيبي، روح اقعد في اي كورنر يا حبيبي، ما توجعليش دماغي. يلا اخويا، رب عيالك رب عيالك. تتحداني يا ضاحي؟ ايه تتحداني؟ اتحداك وقصاد الرجاله دي كلها. معايا هاني؟ سيبني انا احكم. طول عمرك نادل يالا. الرهان يا جماعه مش اقل من السيجارتين.
شيرين، هقول ايه في الظروف دي؟ معرفش، قولي اي حاجه بس ما تفضليش ساكته كده، انا خايفه. لا بقولك ايه، انا مش عايزاكي تخافي، فكي كده، لسه قدامنا 120 سنه سجن. لا يا شيرين لو سمحتي ما تقوليش كده في وشي، انا ما اقدرش استحمل 120 دقيقه في السجن ده، انا عايزه بس اقعد. ما تلمي رجلك يا بنت، احنا شغلنا مكانكم البلاطين دول، ما شوفش صبعك يعديهم. معلش بس حضرتك بتزعقي ليه؟ وبعدين بصي انت واخده سبيس قد ايه بالحاجات بتاعتك، وانا وهي مزنوقين ازاي؟ طب ادينا بلانكت حتى نقعد عليها. هو ده نظام الحجز عندي، لو مش عاجبك بلغي يا اختي البوليس. لا بقول لكم ايه، اتمسوا وقولوا يا ماسة، مش عشان انا لابسالكوا التاييه ده ابقى خلاص بنت ناس، ده انا معفنه ما تعرفونيش. ما تعرفين يا اخي انت مين؟ مساء الخير يا فندم، حضرتك انا شريهان عبد الحليم، خريجه بكالوريوس اعلام دفعه 2007. وبيدلعوكي يقولوا لك يا شوشو؟ احيانا يا فندم. طب يلا يا اختي انت وهي، هزي انت والبنت الصفرا اللي معاكي دي. نعم بقول لك هزينا انت والبنت دي. ايوه يا فندم اوكي، نهز ونعمل كل اللي حضرتك عايزاه، ما عنديش اعتراض، بس نهز من غير مزيكا. صدقي عندك حق، يلا يا بنت انت وهي وسعي لها وشغلوا المزيكا، خلينا ننبسط. يلا يا الحفلة دي معمولة عليكو؟ يا نهار أبوكو أسود؟ أسود دلوقتي هنبدأ التحدي يا رجالة. ابدأ يا معلم ضاحي. لا يبدأ أول أول. لا يبدأ أنت الأول. لا يبدأ أنت الأول. خلاص طالما أنا اللي هبدأ يبقى اللعب على الأب وعلى الأم وعلى المشرحة. موافقين؟ موافقين. حيث كده يا رجالة يبقى الرهان على سجارتين واللي يرجع يبقى عيوطة. موافقين؟ موافقين. ابدأ يا معلم سيف. أبدأ؟ ابدأ. الرشاقة دي يا معلم. يلا ضاحي. حصل تعادل يا رجالة، كده بقى هننتقل للمستوى الأصعب، للمستوى الأخطر، للمستوى الأشرس. هنلعب عامية. عامية؟ أيوة. ابدأ. أبدأ. ابدأ يا مسيف. حاج سعيد أنت اتنين بوسطن؟ أيوة. ماشي. أنت واحدة بالليمون تاني. سيف. ماشي. أبدأ. ابدأ. أبيكا عامية. 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 أبيكا عامية.
معلمه صباح طبق الفاكهه ده الجو حر في الحجز وانا قلت تبري عن نفسك شويه. حطي عندك وخف من وش. مبسوطه مني يا معلمه؟ امشي بقى. حاضر. وانت ايه اللي جابك بقى يا خالتي؟ محبوسه على ذمتكم يا اختي. قال ايه بتستر على مجرمين مع ان انا قلت لهم على كل حاجه اعرفها بس ما صدقونيش. طب وفين ماما ميمي؟ ماما ميمي عملت فيها عبيطه يا اختي. قال ايه ما بتسمعش وما بتفهمش وما بتتكلمش وخدوها على الخنكه. يا حبيبتي يا ماما ميمي. يا حبيبتي يا ماما ميمي. صباح انا عايزه اقولك حاجه للمره 9 مليون. انتي بجد جامده بس انا مش عارفه احنا من غيرك كان ممكن يحصل لنا ايه. لا بقولك ايه، انا عايزاكي تجمدي كده وتمسكي نفسك. انا مش باقيالك هنا يا حبيبتي، انا ممكن اخرج في اي وقت من هنا، انما انتوا قاعدين. قاعدين؟ لا بليز ما تقوليش قاعدين، احنا ممكن ناخد براءه. براءه من انهي قضيه يا نيلي؟ ده احنا حتى معناش فلوس نقوم محامي. اه صحيح، انتوا عملتوا ايه في موضوع الفلوس بتاع جدكم؟ الله يرحمه ويسامحه بقى. بصي الفلوس تقريبا موجوده هنا. هنا في مكتوب في القصة اللي في المجلة ان الفلوس موجودة في الأوضة السحرية اللي تحت السلم، يعني يا اما الأوضة دي يا اما الحجز بتاع الرجالة. هنا فين؟ انتوا مجانين؟ ايوة يا خالتي، ما هو الاسم ده كان بيت عيلة جده زمان. شوفي ازاي. ما تطلعي كده يشري هنا المجلة يمكن نفهم حاجة. يا نيلي اطلع المجلة ليه؟ ما معروف اللي فيها، ميكي كان بيلعب شطرنج مع دونجل في الأوضة السحرية. بس ايه علاقة دونجل بالأوضة السحرية بالشطرنج؟ معرفش، ما انا قاعدة معاكي زي الهبلة اهو. شيرين ايه؟ بصي على الأرض كده. مالها بقى الأرض يا نيلي؟ هتقعدي تقولي لي معفنة ومطربة، مش وقت تناكة خالص. لا الأبيض والأسود ده مش بيفكرك بحاجة؟ عادي بيفكرني بالحمار الوحشي مثلا. يا غبية، البلاط الأبيض والأسود الشطرنج. ليديز ممكن ترجعوا لورا بليز؟ ايوه خلاص كده كل واحده واقفه في مكانها. طب ان اللي ما بدل الخوته دي ما نكسر كل البلاط ونخلص. لا طبعا لو كسرنا هيسمعونا كده هنتكشف. طب انت هتعرفي البلاطه منين بقى؟ في القصه في الاخر ميكي لما عمل لدونجل كرش ملك. كرش ايه اسمه؟ كرش ملك whatever. لما عمل له كده قال له على مربع الملك، هذا المربع او كعكه في الخطيئه وجعلني افوز، فهو ده المربع اللي هنحفر تحته. دلوقتي احنا هنقعد نلعب اللعبه لحد ما نلاقي المربع. صدقي والله ممكن. جايز برضو. دلوقتي انتوا الفريق الابيض وانتوا الفريق الاسود، والصف اللي قدام هو العساكر، واللي ورا حضرتك طبيعه، حضرتك حصان، حضرتك فيل. معلش بس استاذنكم كل واحد يمثل الدور اللي هو عامله، يعني الحصان يعمل حصان، الفيل يأكت عنه فيل كده. يمثل ايه يعني؟ اللي دول مجرمين يعني، لو خالتي خلقها داء وسيبتهم علينا هيقتلونا. ايه اللي يمثل ويأكت؟ يأكت ايه؟ مش بيأكت. اوكي خلاص يلا نبتدي. العسكري الابيض اللي قدام الحصان يتحرك بلطين. الله، بنقول العسكري الابيض اللي قدام الحصان يتحرك بلطين. لا 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 لا. حضرتك يا طنط، حضرتك نمبر 2. انا؟ ايوه حضرتك. حضرتك في فريق ايه؟ الابيض. ودورك ايه؟ انا العسكري الابيض. واللي وراكي دي ايه؟ حصان ابيض. يبقى تتفضلي تتحركي بلطين. ما تتحركي بقى بلاتين، ما تبقيش غبيه. حاضر. اف حاضر. ثانك يو صباح. تاني حاجه، العسكري الاسود اللي قدام الوزير يتحرك بلاتين. لا لا اله الا الله يا جماعه، انتوا ضاربين ايه؟ بنقول العسكري الاسود يتنقل اللي قدام الوزير يتحرك بلاتين. ما تخلصيش نعملها معاكم بقى. ما تخلصي يا اختي، انت وهي مستحملاكم بس عشان الست صباح. انا ممكن اشيكوا في وشكوا عادي يعني. اسفه اسفه يا ست الكل اسفه. وانت يا اختي اطلعي كده. اوكي تالت حاجه، الفيل الابيض يتحرك دياجونال يمين. مش هيفهموا هم ايه دياجونال ده. اشرحي لهم انت. الفيل الابيض يعني ايه دياجونال؟ دياجونال يمين يعني كده. اه سان بوكسا. سان بوكسا. الفيل الابيض يتحرك سان بوكسا يمين. رابع حاجة، الفيل الأسود يقتل العسكري الأبيض. لا تعملي ايه؟ استني يا ولدي، بتعملي ايه؟
ما انت قلت لي اقتليها. لا اقتليها ايه، ما قلتش اقتليها، اقفي مكانها بس. اهربي يا حاجه بسرعه، اهربي موتك. العسكري اللي قدام الطابيه البيضاء ياخد خطوتين. اوعي تقتليها. يتحرك ثلاث خطوات وكش مات. يلا بقى يا خالتي قومي من هنا. يلا فين؟ انا تعبت، روحي تعالي ارجعي اطلعي، مش رايحه حته. لا خلاص يا صباح، اللعبه خلصت. خلصت خلاص؟ ايوه. ومين اللي كسب؟ انت الكوين بتاعتنا. يلا كلنا نسافر صباح يا جماعه. بتاعتكم. ايوه شكرا يا جماعه. يلا يا جماعه اتكلوا على الله، كل واحد يشوف مصلحته. اروح فين بقى؟ قعدي بقى هنا لحد ما نخلص ونقول لك. طيب شريهين، هي دي البلاطه يا رب. طب اوعي لي بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي دكتوره البلاطه عندها حاجه؟ لا مفيش حاجه، البلاطه بتسهل بس. يا ظريفه استني، تقريبا البلاطة دي تحتيها حاجة. فدلوقتي احنا محتاجين حاجة عشان نكسرها بيها. خالتي معاكي حاجة اكسر بيها البلاطة دي؟ يا مو سماح. اموري يا حبيبتي، معاكي حاجة يخشي نكسر بيها؟ هشوف لك. انت ورث ايه بقى؟ اهو لقيت لك شاكوش اهو. طب لو سمحتي معاكي شاكوش تاني عشان انا كمان عايزه اكسر معاها. ده انت طلباتك كتيره بقى، انا بصيلك. لقيت لك واحد صغير اهو. ايوه صعب قوي. برافو برافو. طب ما تساعديني. طب الحمد لله. شيلي دي شيلي دي. اه ياكي يس. استني في كيس اهو. لقيتي؟ في حاجة في حاجة. براحة براحة براحة. شو انت؟ ده بجد؟ لا لا اكيد مش بجد، اكيد مش بجد يا نيلي. لا لا خلاص. لا 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 اكيد بتدوس. خلاص يا شريهين. لا يا نيلي خلاص يا شريهين. لا يا نيلي اكيد بتدوس. لا خلاص. لا يا كدو يا خلص. لا لا يا كدو يا خلص. لا ثانك جود ان في ميه. هاي شريهين حليتي كلمات المتقطعة؟ يا ستي اديني بقرة بنتسلى. بتتسلي ايه؟ مفيش وقت. ما حليتيش ليه؟ ليه مفيش وقت؟ ده المدة لسه طويلة، ده احنا لو قعدنا كل سنة نكتب حرف مش هنخلص مدة السجن اللي احنا قعدنا. انتي نيجاتيف قوي ليه كده؟ لا نيجاتيف ليه، ما الجو هادي اهو وجميل والهوا يرد الروح، والولية اللي هناك دي كل شوية عمالة تعمل بومبا ورا بومبا لغاية ما خلاص عمتني. اقولك يا نيلي عشان انا وانتي نبقى بوزيتيف، تعالي نتخيل بقى ان العسكري جه على الباب هنا وخبط قال نيلي وشيرهان افراج، وطلعنا انا وانتي بقى بالمجله الجميله دي حلينا الكلمات المتقاطعه. تفتكر هنلاقي فلوس؟ ابدا. هتلاقي عدد تاني وعدد ورا عدد، وبصي بقى ايماجينيشن هتلاقي بقى عدد جديد مثلا في مقلب زباله والتاني في خرابه. لا 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 يا شيرهان انتي محبطه قوي. مالكوا قاعدين مبوزين كده ليه وضاربين لي بوز بلبس الغربان اللي انتوا لابسينه ده؟ ما تنبسطوا كده. عندك سجاير يا ام سامح؟ سجاير ايه؟ اللي ام ازرق ولا احمر؟ ازرق. عيني
خدي يا حبيبتي تعيش. خدي ولعها تاني كمان. يلا خالتي ام سماح والنبي والنبي الاقيش عندك شاحن سامسونج وشويه مسحوق غسيل؟ اشوف لك. يا رب يخليك. المسؤوليه دي ما بحبهاش. خد هذا الشاحن وادي ده اخر راح. ماشي حبيبتي شكرا. ام سماح يا اختي ما تشوفي كده جات لي جوابات؟ لا يا اختي ما فيش جوابات. بص هتيجي بعد ساعه. عايزين حاجة يا بنات؟ خالتي شوفي عند أم سماح كده في مانجا؟ عندك مانجا يا أم سماح؟ قولي لها عايزاها صحيحة ولا عصير؟ صحيحة ولا عصير؟ لا عصير. عصير. أشوف لك يا أختي. يا رب تلاقي مانجا. اتفضلي. شكراً يا أم سماح. مش معقول. أم سماح أنت بتفكريني بواحدة كانت بتطلع في الأفلام زمان بحبها قوي اسمها ماري بوبينز. طب أم سماح أنا هطلب منك طلب صعب جدا. عندك فانيلا لاتيه؟ عينيا يا حبيبتي خدي. استني اشربي يا أختي بقولي أنا مش شايفة. طب أنا عايزاه بفوم. هاتي يا أختي شوفي آخرتها. خدي يا حبيبتي. شيرين انا جت لي فكره فظيعه. خطه معتمده على ام سماح. ام سماح ممكن تيجي معايا ثانيه عشان انا عايزه ادور في الكشك بنفسي على حاجه. عينيا يا اختي. يلا على اذنك يا اختي. بدالي كل حته. مية وعشرين سنة. مية وعشرين سنة. استغفر الله العظيم يا رب. مية وعشرين سنة. خلاص يا عم الحاج بقى. مية وعشرين سنة. مية وستين سنة. ما تخوتناش. هنفضل هنا مية وعشرين سنة. استغفر الله العظيم. شوف صاحبك يا عم. مية وعشرين ناقص خمسة بكام؟ ليه؟ مية وعشرين سنة. شيل منهم الخمس أيام اللي احنا قعدناهم يتبقى كام؟ مش فارقة. ليه؟ مش فارقة لأنهم مية وعشرين سنة. مية وعشرين سنة بس. أهي جت أهي. مين دي؟ الفكرة هنهرب من هنا ومعانا الخطة. نهرب؟ آه. نهرب إزاي وخطة إيه؟ بسيطة. إحنا نعمل نار عشان تعمل دخان، الإنذار يضرب يفتحوا البيبان يهربوا المساجين ونهرب كلنا. هي خطة حلوة وذكية بس مفيش حد هنا معاه ولاعة بياخدوها مننا وإحنا داخلين. بسيطة. هنعمل نار. هنعمل نار ازاي؟ نجيب شوية قش نحطهم في الأرض ونجيب زلطتين، زلطة هنا وزلطة هنا، ونقعد نحكها نحكها نحكها. أنت مش عايز تولع، أنت عايز تحكها. أنا أعمل أي حاجة بس أخرج من هنا. أنت عيل مياس ولا بتعمل أي حاجة. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه التدخين ممنوع ولا إيه؟ أنت معاك ولاعة يا هاني بقالنا ساعة بنقول فين الولاعات وأنت معاك ولاعة؟ يا جماعة ما حدش قال لي هات الولاعة، ما أنت شايفني بولع سجاير من الصبح. يا بجاحتك يا أخي. وبعدين صحيح مين اللي قال لك اللي فيه أصلاً إنذار هنا؟ وحتى لو فيه انذار مين اللي قالك ان هو بيضرب؟ عم حسين بس اللي بيضرب. انا سمعت حد بيقول اسمي. في حد بيتكلم هنا؟ احنا اسفين يا عم حسين. احنا كنا بنقول حسين فهمي بس عشان هو شبهك الخالق الناطق فانت حسيت ان نتكلم عليك انت. اه وعم حسين ده جاحد. اه والله بيضرب بالجوز كده. بالجوز ايه ده؟ الواحد عنده جوز يا جماعة. هو مش محتاج يضرب، كفاية الذبذبات بتاعت صوته دي تدمرك اصلا. حسيتها؟ اه. طب انا عندي فكره نهرب بيها. ايه قول. بص هي اتعملت في افلام كتير بس حلوه. ما لو اتعملت في افلام كتير تبقى مفقوده. اسمعها طيب للاخر. احنا نجيب المواس ونجيب ميه ونحط المواس في بقنا ونشرب ميه ونبلعها. المواس تنزل تقطع مصارنا، نقعد نصوت نصوت، يجي ياخدونا على المستشفى. من المستشفى الهرب بيبقى اسهل. يا سلام يا سلام. طب افرض الشارع واقف، الكوبري واقف، عربيه الاسعاف اتعطلت، نتصفى كده كلنا. لا خالص، ممكن احط صباعي في بقي ارجع تاني. ترجع ايه؟ ارجع لمواس. لا لا مفيش ترجيع. ليه ما يرجع؟ لا خد لمواس مفيش ترجيع. الله، هو مش معاه فاتوره؟ معلش ما عدى اسبوع. اه لا ما ينفعش ترجع الا ايه ده؟ ايه ده؟ دخلني في السكه دي ليه؟ حلوه السكه تعالى. حلوه ايه؟ احنا بنشوف هنهرب ازاي؟ يا سيدي ما ينفعش ترجعه من هنا. مرجعه منين؟ لو رجعته من هنا هتتذبح. ايوه رجعه منين يعني؟ ترجعه من هنا. بس بس يا ضاحي، بس 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 يا ضاحي. يا نازله بقى تقعد. بس يا ضاحي بس بس، ما تقرفنيش، خيالي شغال. واد لو انا كولونيا بعديها على طول عشان اللي انت عايش.
سيف صادق هذا الحق اهو افندم هاني شاكر محمد فؤاد انت اوبر تسمع لا ما مش محرم فؤاد انت بتقول لي محرم صح محمد منير وري اتفضلوا معايا البير مامور عايزكم لا احنا زعلانين منه خليه هو اللي يجي اتفضلوا معايا البير مامور عايزكم اتفضل حاضر في ايه حصل منه هو جاي وفي عين الشر يلا طه هو اهو 120 سنه ايه 20 سنة نيلي عم بالراحة نيلي انت كويسة؟ اوعى يكون حد عمل لك حاجة اوعى تكونوا عملتوا فيها زي ما عملتوا فينا ولا انت مجنون ولا ايه؟ انا اسف انا اسف جدا اصله شكل هاني بالظبط فكرت بقول لك ايه؟ نعم انت لسه واخد افراج ولا تحب ترجع سجن تاني؟ افراج؟ افراج ازاي؟ للاسف واحد اسمه ابو الدهب دفع تعويضات للناس اللي كانت مقدمه فيكم بلاغات وتنازلوا عن المحاضر طيب تأمرنا بحاجه يا سياده المامور لا لسه يا حبيبي في شويه اجراءات كده وبعدين تتنقلوا تغوروا في داهيه حسبي الله ونعم الوكيل